اخذها سريع الحين عن البرنامج، اخر تفاصيل البرنامج. عندنا 3 تابس، عندنا النود ميكر، وهو من اهم الخصائص اللي هاي راح نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، ان كل مستخدم او كل معلم او كل طالب او كل بروفيشنال يقدر يسوي له ايكون مثل هذه الايكونات عن طريق ان دراج اند دروب من هنا، ويحدد يحدد النظام اللي هي بيه. تمام. بعدين عندنا ايضا الدراج اند دروب بهالشكل هذا، تحدد الريليشن شيب بينهم، وتحدد البن الموجود عندك، وتحدد القيمه اللي تبيها. عندنا الكونكشن ايمج بالشكل هذا، الكونكشن ايمج. عندنا ايضا مشاريع اللي هو المستخدم يسويها، البروجكت موجوده هنا الاسفل، هذه البروجكت جاهزه. عندنا الديباج ويندو راح تكون بهنا، الكنترول الكومبورت اليو اس بي راح يكون بهالشكل هذا. عندنا نيو فيتشر راح نضيفها ان شاء الله اللي هي اي بلوكس والاي بريكس، برنامج يمكنك من صناعه القطع البلاستيكيه نفسها اللي موجوده عندك باستخدام الليزر كتر. وبعدين عندنا الاي لاب اللي هو اللي احنا تعلمنا عنه من قبل وشفناه في السوفت وير، اللي هو لاب تقدر تستخدم الجيجز، تقدر تستخدم الجرافز، تقدر تستخدم الشغلات هذه عشان تشوف قيم اللي تحس فيها المستشعرات المعينه. هذا بشكل عام البرنامج والتغييرات. طبعا الاوتبوت عندك بهذا الشكل راح يكون هني، اذا سويت كومبايل وسويت داونلود اي ايرورز اي مشاكل راح تطلع لك هني. طبعا عندنا بعض الايقونات اللي ضفناها مثل البلوتوث، مثل السيريال كوميونيكيشن، بعضهم تغيرت الوانها، وما زلت تقدر انت تضيف يور اون، يعني تقدر تضيف الايكون الخاصه فيك عن طريق مثل ما قلنا النود ميكر اللي موجوده عندنا. ويعطيكم العافيه، نروح حق الديمو للبرنامج. الشرح البسيط هذا عن البرنامج النيو جي او اي حق برنامج الاي روبوت. مثل ما تلاحظون عندنا الانبوت تاب، عندنا الاوتبوت تاب، عندنا الفلو تاب، اللي كل تاب عبارة عن نود، تخلق لنا نودز حسب التاب نفسه راح تلاحظون شكل النود. في حالة مثلا خلينا نفترض الريموت كنترول، انا حبيت احط الريموت كنترول، لما احط اسوي دراج اند دروب للريموت كنترول اختار اي بن انا مركب الريموت كنترول، وهذا يختلف عن الاي روبوت القديم كان في بن محدد، والحين لا، تقدر تحطه في اي بن، حطه في اي بن وبعدين اختار في الريموت كنترول اذا كان اب او داون او whatever. تمام. بعد ما يصير بهالطريقه هذه اختار الاكشن اللي راح يكون داخله. خلينا نروح الى الموتور بالاوتبوتس واحط الموتور بهذه الطريقه واقول موتور ليفت 1 والرايت 1. تمام. الموتورز الثانيين دي اكتيفيتد، هذول حق سنوبول 2 وليس سنوبول 1. بعدين من هذه الطريقه تقدر تزيد السبيد. تمام، بهذا الشكل. خلينا نفترض السبيد 255. في هذه المرحلة السبيد 255 ان شاء الله راح نعدلها الى 10، من 0 الى 10. وبعدين نروح حق الديلي. تمام، اللي راح نلقاها بالفلو الديلي مالتنا، واحطها هني واختار ان الديلي مثلا 500 ملي سكند. تمام. اذا هذه النود الاولى، لاحظوا ان النود الاولى قاعد تخلق لنا في الجي او اي اف ستيتمنت، اللي هي هذه اف ستيتمنت الجي او اي. اقدر اكبر الخط اذا انا حاب عشان اراويكم اياه. عندي اف الاي ار ريموت كنترول، طبعا لان عندنا اختلاف، عندنا البلوتوث ايضا في السنوبول، سنوبول 2 عندنا بلوتوث، ولكن في سنوبول 1 اونلي الاي ار. اذا كان فورورد حرف الاف. تمام. الموتورز بهالطريقه هذه. تمام. الحين بسوي رايت كليك كوبي حق النود هذه، واسوي بيست حق واحدة ثانية، وأبي attachment بهذا الشكل. الحين صارت F else، لاحظوا الكود else F. تمام. وأبدأ أغير القوانين اللي هنا عندي، أخليها مثلا نبدأ من هنا، خليها إذا backward. تمام. وأغير بهالطريقة الريموت كنترول، أخليه سالب من الريموت من الكيبورد عندي، أخليه بسالب بهذه الطريقة. تمام. اذا هذا الشكل. ايضا اقدر اسوي بيست مره اخرى واخليها تحتها، هذه الحين في حاله هذه اف انذر اف. تمام. انذر اف اقدر اخليها رايت. تمام، بهذا الشكل اخلي رايت right. وبعدين اروح في حاله الرايت يكون الرايت وهو زيرو والليفت هو الفورورد. تمام، بهذا الطريقه. تمام. الحين بسوي عمليه كومبايل. الكومبايل سهلة بسيطة.
تضغطون كومبايل تمام، كل شيء جنريتد everything is done now download. في حالة للطلبة طبعا هني قال لي اختار الكومبورت، اقول له اوكي. ما هو اختيار الكومبورت؟ لحظة، كومبورت. الحين بدأت عملية الداونلود عندي للبرنامج. في حالة الطلبة الصغار بالعمر هذا الكنترول راح يكون floating knee ان شاء الله. في حالة فقط ضغطة الرن راح يعمل له كومبايل ويعمل له داونلود together تمام، مع بعض كومبايل والداونلود مع بعض في هذه الحالة. ولكن احنا حطيناها بطريقة تعليمية ان نراوي الناس ان كومبايل معناها انك تسوي جنريشن حق الكود، وبعدين داونلود تسوي عملية ارسال الكود هذا عبر اليو اس بي اليها. يعطيكم العافية، ونشوف الحين الروبوت بشكل بسيط وراويكم بعض الديمو عن الروبوتات. طبعا هذه عملية الداونلود الحين قاعد تتم عندي. لاحظوا ال LED الاصفر اللي داخل، ايوه هذا معناه الحين انتهت عملية الداونلود والبرنامج جاهز للعمل على طول بعد الحالة هذه. بعد ما خلصت البرنامج انا لاحظوا حجم البرنامج الموجود عندي، هذا هو حجم البرنامج بالشكل هذا. طبعا كل هذا تمكنت اني احوله الى جي يو اي اللي هو بالشكل هذا، سوري الى كود. لاحظوا الكود، كمية الكود اللي موجودة عندي. ومثل ما قلنا ان الاف هذه الاف كل بالشكل الفيرتيكال هذولي اف، واللي يكونوا مني هذولي الالس لهم طبعا اف الس اف الس الس اف الس بالشكل هذا. فاقدر اكسباند ماي بروجكت على الحجم اللي انا ابي. طبعا بعدها اسوي كومبايل تمام، واسوي داونلود مثل ما رويتكم انا طريقة الداونلود اللي قاعد تصير عندي في البروجكت مالي، راح اراويكم اياها الحين. الحين انتهيت من عملية الداونلود، ومثل ما تشوفون الواير من اللابتوب ما زال موصول في الوحدة، وما له داعي افصله ولا داعي اضغط ريست، يعني تغير الموضوع. بمجرد اني اعمل داونلود الجهاز راح يكون جاهز عندي للعمل. راح اسوي تيستينج حق المشروع اللي سويته انا. طبعا لاني بيد واحدة قاعد اسوي صعب علي العمل، ولكن بشكل عام هذا الروبوت اللي عامل الحين برمجته وسويته. المفروض انه يحمل الطاولات مثلا، الطاولة هذي بالشكل هذا. تمام، يرفعها بعدين يروح فيها لمكان معين. من هذا نهاية المشروع هذا. تذكير بأشياء سريعة، عملنا دراج اند دروب جي او اي، سوينا داونلود كومبايل وداونلود، وبعدين ما يحتاج نضغط ريست لأن البرنامج على طول راح يشتغل على طول، تحكم وتخلص شغلك تمام. يعطيكم العافية.